الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الصباح الطيب، في هذا اليوم المبارك، بداية إحنا نحيي الإخوة في جامعة عبد اللطيف الحمد، وهم يتفقدون مركز الامتحان بمدرسة كريمة الصناعية، هذه المدرسة العريقة. نحمد لهم هذا الشعور الطيب، وسعيدين جدا إنه تفتح جامعة بهذا الحجم في محلية مروي، وأكثر سعادة أن تضم الجامعة كلية هندسة كبيرة وعريقة. نحن بحمد الله بهذه المدرسة العريقة، مدرسة كريمة الثانوية الصناعية، الآن في اليوم الختامي لامتحان الشهادة الثانوية الفنية مادة الرياضيات المتخصصة. في هذا الصباح الطيب وهذه الزيارة المباركة، نتمنى لطلابنا وكل الطلاب النجاح والتوفيق. هذه المؤسسة تضم تخصصات سيارات، كهرباء سيارات وميكانيكا سيارات، وتضم قسم إنتاج بما فيه اللحام والبرادة والخراطة، وتضم أيضا الكهرباء العامة. جل طلاب هذه المؤسسة من الولاية، وهي مدرسة قومية من جميع أطراف الولاية، ونخرج طلاب لسوق العمل، ونخرج طلاب لكليات الهندسة إذا كان بكالوريوس أو دبلومات، ونأمل ونتعشم في إنه الدولة والمسؤولين في الدولة يتجهوا لهذا النوع من التعليم، لأنه أصبح هو التعليم العصري، وأصبح هو المطلوب في هذا العصر. العالم من حولنا تطور وتقدم بفضل الاتجاه للتعليم التقني والتقاني. وتوجد في الولاية مدرستين، مدرسة الشريان الفنية في القرير ومدرسة كريمة الصناعية. وشاكرا للأخوة في جامعة الطيب الحمد هذه الزيارة الميمونة، ونؤكد انه والله جامعة مما بدت كلية الهندسة على وجه الخصوص، مما بدت في تواصل معانا، عندهم أفكار كثيرة جدا يتحدثوا عن أهمية التعليم الفني والتعليم التقني. وقفوا معانا في هذا العام الدراسي وقفات طيبة جدا، شاركوا في حصص تركيز للمواد الأساسية للفيزياء والرياضيات المتخصصة والإنجليزي، خاطبوا الطلاب معنويا، شحذوا الهمم بالنسبة للطلاب والمعلمين. كل هذه إشراقات. أهم ما يميز هذه الجامعة وأهم ما يميز هذه الكلية والغرض الأساسي من الكليات هي تثقيف ونقل ثقافة المجتمع المحيط بالجامعة. شاكرين لكم هذه الزيارة، متمنين لكم التوفيق في مدعاكم الطيبة. هذه المؤسسة مؤسسة دوما وأبدا رهن إشارتكم في ما يفيد المجتمع من خريجين إن شاء الله. وبارك الله فيكم.